بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الصف السابع، نود أن نشرح لكم اليوم الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. قبل أن ننتهي من هذا الموضوع، يجب أن يحقق الطالب النتائج المرجوة منه، وهي تتلخص بالآتي: أولاً، ما المقصود بالمبني للمعلوم وما المقصود بالمبني للمجهول؟ هذا شيء. الشيء الثاني، وهو السؤال الأكثر مجيئاً والأورد، وهو كيفية تحويل الفعل من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول أو العكس، وطبعاً العكس أسهل. والشيء الثالث، كيفية إعراب الفعل المبني للمعلوم أو الفعل المبني للمجهول على وجه الأخص، وماذا يأخذ في الجملة. انتبه عزيزي إلى هذه الأمثلة. السؤال أو فكرة السؤال الأولى تقول، أو قبل السؤال يجب أن نعرف ما المقصود بالمبني للمعلوم والمبني للمجهول. الفعل المبني للمعلوم هو الفعل الذي علم أو عرف فاعله، أي أننا نعلم من الذي قام به، ويأخذ دائما فاعلا. أما الفعل المبني للمجهول من اسمه هو الفعل الذي لم يعرف فاعله، لم يعرف بمعنى أننا نحن لم نعلم من هو الذي قام بهذا الفعل، ويأخذ دائما نائبا للفاعل. إذن الفرق بين المبني المعلوم والمبني المجهول، هذا يأخذ فاعلا وهو معلوم فاعله، وهذا لا يأخذ فاعلا بل يأخذ نائبا للفاعل، وهو يعني دائما نسمي المبني المجهول. الآن السؤال، كيفية تحويل الفعل وكيفية إعرابه، كيفية تحويل الفعل من المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول. وطبعا إذا حولنا الفعل ينبغي علينا أن نغير في الجملة بعض الأشياء سنقف عليها بالتفصيل. أول نظرة لنا يجب أن تكون إلى الفعل. فإذا كان الفعل ماضياً، انتبه، أنا أقول إذا كان الفعل ماضياً نأتي نضم الحرف الأول ثم نكسر ما قبل الآخر: كتب، كتب، علم، علم، وهكذا دواليك. إذن نضم الحرف الأول ونكسر ما قبل الآخر، هذا متى؟ إذا كان الفعل ماضياً. جميل. هلأ إذا ثم الشيء الآخر الذي نقوم به، نخفي الفاعل. نخفي أي أنه لم يعد يظهر، أو يعني نغطي عليه. الشيء الثالث هو الذي نقوم به، نحول المفعول به من مفعول به منصوب إلى نائب فاعل مرفوع. انتبه، نحول المفعول به من مفعول به منصوب إلى نائب فاعل مرفوع. أما إذا كان الفعل مضارعا فنفس يعني فالحركات ونفس يعني الخطوات نفسها، باستثناء أننا نضم الأول، وانتبه نفتح ما قبل الآخر. انتبه إن إلى أننا نفتح في الماضي في المضارع ونكسر في الماضي ما قبل الآخر. انتبه، نعود إلى الأمثلة. انتبه الآن، بقول لي يفحص الطبيب المريضة. حول صيغة السؤال، حول الجمل الآتية من صيغة جمل مبنية للمعلوم إلى جمل مبنية للمجهول. انتبه، يفحص، أول خطوة في هذا عندما نرى حول، أول خطوة نقوم بها نعرب
جمل يعني التي أعطانا إياها السؤال. فنقول يفحص فعل مضارع، فعل مضارع، جميل، فعل مضارع. والطبيب فاعل مرفوع، الطبيب فاعل كما تشاهدون مرفوع علامة رفعه الضمة، الطبيب وفاعل مرفوع. والمريضة مفعول به منصوب، جميل. هلا عندما نريد التحويل، عندما نبغي تحويل هذه الجملة إلى المبني للمجهول، أول شيء نلاحظ أن الفعل مضارع، وبالتالي إذا كان مضارع قلنا نضم الأول، نضم الأول يعني يفحص، ونفتح ما قبل الآخر، يفحص 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 الخطوة الثانية هي نخفي الفاعل لم يعد يظهر، والشيء الثالث أننا نحول المبني المفعول به من مفعول به منصوب إلى نائب فاعل مرفوع، المريض. إذن يفحص المريض، هذه الجملة بعد التحويل أصبحت بهذا الشكل. قلنا ضمينا الأول، فتحنا ما قبل الآخر، ولأنه مضارع طبعا. والشيء الثاني أننا حولنا أخفينا الفاعل، والشيء الثالث حولنا المفعول به من مفعول به منصوب إلى نائب فاعل مرفوع، جميل. الخطوة التي تليها نعرب الجملة الجديدة، نعرب الجملة الجديدة يعني بعد التحويل. يفحص فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع علامة رفعه الضمة. إذن ما الذي اختلف في إعراب الفعل المضارع هنا وهنا؟ هنا كان فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة، هنا أصبح فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع علامة رفعه الضمة. إذن أضفنا إلى إعرابه جملة مبني للمجهول. أصبح إذا حولنا الجملة من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، يجب أن نشير إلى ذلك في إعراب الفعل ونذكر ذلك، فنقول مبني للمجهول سواء كان ذلك الفعل ماضياً أم مضارعاً. المريض، المريض هنا نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، جميل. لو أتينا إلى المثال الثاني، علم الأب الابن آداب الحوار. أولا علم فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة، والأب فاعل مرفوع كما تعلمون وعلامة رفعه الضمة، والابن مفعول به أول منصوب، وآداب مفعول به ثان منصوب وهو مضاف، والحوار مضاف إليه. ربما يعني يأتي أحدكم ويقول ما هذا الفعل، يعني ما هذا المفعول الثاني؟ هنا الفعل علم يأخذ مفعولين، يأخذ مفعولين، وهذا وارد، كثير من الأفعال تأخذ مفعولين، ستأخذونها في الصف الثامن، في الفصل الثاني، في الوحدة الثانية. انتبه، هنا أعربنا علم فعل ماضي، والأب فاعل، والابن مفعول به، وهذا مفعول به ثان. هلا عندما نريد أن نحول، عندما نريد أن نحول نقوم لأنه ماض نضم الأول، نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. لاحظ أننا ضممنا الأول وكسرنا ما قبل الآخر، هذا يجب أن نعيد. انتبه إلى هذه الكسرة وانتبه إلى هذه الضمة، انتبه. هلأ نأتي إلى الفاعل فنخفيه، نخفي الفاعل، ثم بعد ذلك نأتي إلى المفعول به، بدلا من أنه منصوب نحوله إلى نائب فاعل مرفوع، نائب فاعل مرفوع. لماذا مرفوع؟
لأنه سد مسد أو قام مقام الفاعل، لأنه قام مقام الفاعل، فلهذا وجب علينا أن ننقل المفعول به من حالة النصب إلى حالة الرفع، لأنه سد مسده أي قام مقامه. طبعا لو قام واحد يسأل، يعني أحد الطلبة يأتي ويسألني أستاذي وكلمة آداب اللي هي يعني كانت مفعول به ثان أصلا ستبقى مفعولا به ثانيا في الجملة، وبالتالي آداب الحوار. انتبه، لو عزيزي لو كانت الجملة طويلة جدا لن يختلف إعرابها، فقط ما يختلف هو إعراب الفعل والمفعول به اللي هو أصبح نائب فاعل، يعني فقط هذا وهذا، وما تبقى في الجملة يبقى كما هو باستثناء أننا نخفي الفاعل. إذن هذا مثال على المضارع، وهذا مثال على الماضي. نأتي إلى الحالة الثالثة أو مثال آخر على الماضي، طبعا كما تشاهدون أحسن فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة، والرجل فاعل مرفوع، والمعاملة مفعول به ومع ظرف وهو مضاف، وهذا مضاف إليه لا نحتاجه. أحسن فعل ماضي، إذن كيف نحول الماضي؟ سؤال، يعني نقول نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. أحسن، أحسن، نخفي الفاعل، نخفي الفاعل، ثم بعد ذلك نأتي بالمعاملة، نأتي بالمعاملة التي كانت هي مفعول به تصبح المعاملة مرفوعة. لماذا؟ لأنها أصبحت نائب فاعل. لكن لو بما يأتي أحدكم ويقول أستاذي الجملة ليست مستساغة، مستساغة يعني أراها ليست بدقيقة، يعني ليست دقيقة جدا، هنا نقول أحسن. هنا نأتي دائما نقول الفعل يؤنث ويذكر مع الذي بجانبه. هنا الرجل ماذا؟ مذكر، والمعاملة مؤنث. عندما أخفينا فجاء الفعل بصيغة المذكر، عندما أخفينا الرجل أصبح ما الذي بجانب الفعل؟ أصبح مؤنث، أصبح الذي بجانب الفعل هو مؤنث، أصبح وجب علي أن أؤنث الفعل، وبالتالي تصبح أحسنت أو آسف أحسنت المعاملة. انتبه، أحسنت المعاملة. لماذا أضفنا إلى أحسنت أو أحسن تاء التأنيث الساكنة؟ وذلك لأن المعاملة جاءت بصيغة المؤنث وهي يعني مؤنثة. وهنا طبعا التقى لدينا أو التقى عندنا ساكنان الألف والتاء، فأجبرنا على حذف السكون ووضع الكسرة لمنع التقاء الساكنين. طب إعراب الجملة الجديدة، لربما واحد يأتي ويسألني يقول أستاذي هنا أصبح النون هي التي قبل الآخر وليست السين. لا، يعني يجب أن نكسرها؟ لا أبدا، الفعل ينتهي بأحسن وهذه تأنيث الساكن لا محل له من الإعراب، هي فقط وجدت عشان فقط لكي يؤنث الفعل مع يعني نائب الفاعل. كيف نعرب؟ أحسن فعل ماض مبني للمجهول، وتأنيث الساكن لا محل له من الإعراب، والمعاملة نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. جميل، انتبه، نأتي تطبع زينب واجباتها. تطبع فعل مضارع، زينب فاعل، وواجباتي مفعول به منصوب على النصب الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. وأنتم في السابع قد أخذتم في الوحدة الأولى الضمائر، وأن ضمائر الهيك إذا اتصلت بالاسم تكون في محل جر بالإضافة. هلا كيف نعرب؟ كيف نحول؟ آسف، نقول
لأنه مضارع نضم الأول ونفتح ما قبل الآخر تطبع ال. هلا هنا زينب الفاعل، إذا نخفي، نخفي الفاعل، والواجبات ماذا تصبح؟ الواجبات، الواجبات. إعرابها فعل مضارع مبني المجهول مرفوع علامة رفع الضمة نائب فاعل مرفوع. لربما يسأل سائل كيف لنا أن نحول الفعل عندما يكون لدينا تاء التأنيث؟ يعني لو كان هذا مثلا يطبع زيد واجباته، واجباته، نقول تطبع الواجبات لأنها مؤنث، ولو كان يعني التذكير مؤنث تاء والمؤنث تاء والتذكير نضع ياء. طيب إذا هنا تعلمنا كيف نعرب المبني المجهول وكيف نحوله. الآن سؤالي، لو جاء سؤال إلينا وقال حدد أو استخرج الفعل المبني المجهول ونائب الفاعل يعني مبينا الزمن الذي جاء عليه، قال تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة. أول شيء قبل يعني قبل الحديث عن هذه، هناك بعض الأفعال التي تأتي يعني كحالات شاذة عند البناء للمجهول، وهي أولا المعتل الأجوف، الفعل الماضي المعتل الأجوف. ما معنى معتل أجوف؟ أي في وسطه ألف، في وسطه ألف، قال مثلا، أو في وسطه حرف علة وهو ثاني. قال كيف تصبح عند التحويل المجهول؟ هذا يسمى معتل أجوف، أجوف يعني في جوفي في وسطي، تقلب الألف إلى ياء. في المعتل الأجوف ماذا نفعل؟ نقلب الألف، لاحظ، إلى ياء. قال قيل، غاض غيضة، وغاض غيضة، وهكذا دواليك، يعني وهكذا قس عليها ما شئت. الصحيح المضاعف، عندما يكون لدي صحيح مضاعف مثل شد، مد، عد، قد، فك، دك إلى آخره، فقط يضم الحرف الأول، شد تصبح. طيب إذا كان الفعل يبدأ باستي مثل استخرج مثلا أو استنتج، هنا لا نستطيع أن نضع ضم على الألف، فنضع على التاء الضم، وبالتالي تصبح استخرج، ونكسر ما قبل الآخر طبعا، تضع الضم على، تضم التاء ويكسر ما قبل الآخر. في أيضا إذا كان الفعل مثل قضى أو ألقى انتهى بألف، هذا اسمه معتل ناقص، معتل ناقص منتهي بألف. إذا انتهى بألف مثل قضى، دعا، بكى، ألقى، تضم الأول، يضم الأول، ألقي، لاحظ، ألقي، وتقلب الألف إلى ياء، تقلب الألف هنا إلى ياء، فتصبح ألقى، ألقي، قضى، قضي، دعا، دعي، وهكذا. في الأخير، الملحوظة الأخيرة في الحالات الشاذة، وهو المضارع المعتل الأجوف مثل يقول، لاحظ أنه أجوف هذا لأنه ماضيه قال، فهو ماضي يعني أجوف، يقول، يقال. إذا تقلب الواو أو الياء إلى ألف، يسيل، يسال، وهكذا دواليه، قس عليها ما شئت. انتبه إلى أننا نقول لو أردنا استخراج المبني المجهول فقط نبحث عن فعل في النص، نبحث عن فعل، هذا الفعل إما أن يكون ماضيا أو مضارعا. إذا كان ماضيا مضموم الأول مكسورة ما قبل الآخر، ومضموم الأول إذا كان مضارعا مضموم الأول مفتوحة ما قبل الآخر، ثم بعد ذلك نائب الفاعل، وهكذا دواليك. هلا في المثال أو يعني في قوله تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، هلا يطاف فعل مضارع مبني للمجهول ومرفوع، مبني المجهول، لماذا؟ لأنه أصله يطوف، قلنا إذا كان معتل أجوف مضارع معتلا أجوفا
تقلب الألف الواو إلى ألف أو الياء، يطوف يطاف، يقول يقال، وهكذا دواليك. وألقي السحرة، هي أصلها ألقى، ألقى. وألقي السحرة ساجدين، ألقي فعل ماضي مبني، لو أردنا إعرابه فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح الظاهر على آخره، والسحرة نائب فاعل. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخ برضو ماضي مبني المجهول جاء على القاعدة الأساسية. لاحظ دك، كلمة دك أو الفعل دك جاء على الماضي المبني المجهول الصحيح المضعف، دك دك، شد شد، عد عد، وهكذا دواليك. أيضا قيل جاء على الاستثنائية، وهي أن الفعل إذا كان ماضيا أجوفا مثل قال، قيل وطاف طيف وما شابه ذلك، وسال سيلا. هلا غاض غيظة، أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. انتبه إلى الفعل يرزقون. هلا لو دققنا في الفعل يرزقون لوجدنا أنه من الأفعال الخمسة، وأنتم أيها الطلبة يعني الأحبة قد أخذتم في هذا الفصل الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فهو من الأفعال الخمسة. هنا هذا الفعل من الأفعال الخمسة، لكن بنفس الوقت هو مبني للمجهول، فكما يعني تلاحظ أن يرزق هو مضموم الأول ومفتوح ما قبل الآخر، وهي الزاي، الزاي مفتوحة، إذن هو مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر فهو مبني للمجهول. كيف نعربه؟ فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وطبعا واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل. هنا بهذا قد يعني أوجزنا لكم حالات الفعل المبني المجهول، نكون قد أخذنا حالات الماضي يعني بشواذه والمضارع بشواذه، وكيف نعرب الماضي وكيف نعرب المضارع وكيف نعرب النائب الفاعل. أيضا أخذنا كيف أيضا نعرب أن أو كيف نحول الصيغة من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول، وهذا ما جل ما أردنا، مع شكري لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله.